إذن أهلا وسهلا فيكم من جديد ومكملين بدنيا يا دنيا، وتحديدا وصلنا لأصل الحكاية. مثل ما ذكرت معنا بالاستوديو اليوم الدكتور المهندس مراد الكلالدي، أهلا وسهلا فيك مهندس، وهو طبعا مستشار التخطيط الحضري، ومعنا عبر الهاتف السيد عمر محارمة وهو الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان. صباح الخير سيد عمر. صباح الخير إليك ولكل مشاهدين قناة. إذن خلينا قبل ما نبدأ بالحديث نعطي تفاصيل للمشاهدين عن قصة اليوم. وللأسف إحنا عم نحكي عن أكثر من 25 شخص عزيز توفي بسبب طريق الموت الصحراوي، واسمحوا لي أن أطلق عليه اسم طريق الموت كما أطلق عليه العديد من الأشخاص من قبلي. آخر الأشخاص اللي خسرناهم على هذا الطريق كان نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحجاية، الله يرحمه ويغفر له. إذن بأقل من سنة، وإحنا عم نحكي عن 9 أشهر حتى هذه اللحظة، 25 شخص فقدناهم على هذه الطريق. هل رح يبقى هذا الطريق هو السبب باختطاف أرواح الأشخاص البريئة وإصابة مئات الآخرين؟ لماذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى هذه اللحظة؟ وليه ما عم بيطلع عنا الشخص المناسب حتى يحكي 1 2 3 اللي عم بيصير الحق على فلان أو الحق على الطريق، حتى نعرف تفاصيل أكثر عن هذه القضية تحديدا وطريق الصحراوي؟ هل العتب على السائق؟ هل العتب على الناس اللي معه بالسيارة، أم على الطريق، أم على الأشخاص اللي ما عم بيخلصوا هذا الطريق اللي وعدنا فيه من أشهر وأشهر عديدة وقد تكون سنوات قليلة؟ إذن حتى أن ناقش هذا الموضوع اسمحوا لي أن أبدأ مع المهندس مراد. إذن حدثنا عن هذا الطريق، يعني إحنا مثل ما ذكرنا من بداية السنة لهلا للأسف 25 ضحية على هذا الطريق. إيش السبب؟ هل كان ممكن هندسيا انه احنا نقلل عدد الضحايا؟ بالاخير احنا بنحكي انه الارواح بيد الله بالاخير قضاء وقدر، صحيح، ولكن هندسيا سنتحدث علميا هلا. نعم سيدتي، بالبدايه طبعا نتوجه احنا بالتعزيه لعشيره الحجايا وكافه من فقدوا يعني أحباء لهم على الطريق الصحراوي أو أي طرق أخرى في المملكة. إجابة على سؤالك أنه بالتأكيد في هناك طرق ووسائل لتخفيض عدد الحوادث. فإذا إحنا رجعنا للأحصائيات بنشوف أنه موقع المملكة على الخريطة العالمية يعني تقريبا بيجي بالمتوسط في عدد الحوادث، وبالتحديد منها في عدد الحوادث المؤدية إلى الوفاة، طبعا أقلها في العالم في السويد وأعلاها في السودان. من مجرد ذكر الدولتين يعني بتلاحظي أنه الجواب متضمن أنه كلما زاد تطور الدولة بالتأكيد بتقل عدد الحوادث، بمعنى أنه كلما عملت الدولة وعمل المجتمع على التحسين ففي هناك بالتأكيد فرص لتقليل عدد الوفيات. نعم. مثل ما حضرتك حكيتي الأعمار بيد الله، ولكنه يعني في قضايا معينة لا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة. هلا حقيقة الطريق يعني هو في 3 عناصر رئيسية لها علاقة في موضوع النقل، هو الطريق نفسه والمركبة اللي بتسير على الطريق ومن وسائق المركبة. هلا في كل جزئية من هذه الجزئيات في إمكانات لأن نضع إيدنا على مواطن الخلل. حقيقة يعني الواحد إذا بده يرجع بطريقة علمية في الأمن العام، مديرية الأمن العام عندها عدة دراسات ومنشورة وتفصيلية حول أسباب الحوادث وجميع العناصر التي يعني مؤدية. قد تكون هذه الدراسة موجودة، ولكن نعم. تحديدا مو تحديدا لا الطريق الصحراوي، هم عم بينشروا هذه الحوادث وعدد الضحايا فيها للأسف في جميع أنحاء المملكة، ولكن احنا اليوم عم نتحدث عن الطريق الصحراوي تحديدا، فنحكي هندسيا بعد إذنك سريعا حتى ننتقل للسيد عمر. نعم اوكي. هلا بالنسبة للطريق الصحراوي، احنا قبل ما نصل الى انه هذا الطريق الصحراوي اللي حكينا عليه العنصر الأول او الطريق هو العنصر الأول،
هذا له طاقة استيعابية معينة. نعم. لا بس يعني في أقل من دقيقة أنه كيف وصلنا إلى الطريق الصحراوي في الأردن. يعني تسلسل الطرق أجا منسجم مع توزيع الجغرافي للمملكي. توزيع الجغرافي للمملكي هو طولي الأقاليم الجغرافية اللي موجودة فيها، يعني الأغوار ومن ثم المرتفعات الشرقية ومن ثم الصحراء. نعم. أول طريق إذا نحن بنحكي فيه هو يعني الطريق الطبيعي اللي كان في منطقة الأغوار، ومن ثم الطريق الملوكي اللي هو رقم 65. نعم. ففيا ترانافا نوفا اسمه. هلا هذا الطريق للأمانة، بس ما تسمحي لي أو أصلك للطريق الصحراوي. نعم. هذا الطريق خدم في مرحلة تاريخية قبل حوالي 5000 سنة. حلو. ولكنه مع تطور الدولة الأردنية صار في هناك حاجة للتوسعة. بس تمام. رقم بدي أذكر لك إياه. نعم. إنه في سنة 1971 كانت نسبة المركبات إلى المواطنين مركبة لكل 58 مواطن. يعني سيدي أنت عم تحكي إنه هذا الطريق الصحراوي موجود من 71 نفسه؟ لا لا، هلا انا بحكي لك انه الاستيعابيه. هلا اذا حكينا نعم. احنا مركبه لكل 58 مواطن الان في 2018، يعني هيك العام الماضي الاحصائيه. نعم. مركبه لكل 6 مواطنين. صحيح. هذا الطريق الصحراوي اللي موجود هو للنقل البري فقط، ولكنه لا يوجد، إذا سمحتي لي. نعم. بس لا يوجد، إحنا هنا قصرنا، لا يوجد العناصر النقل أو وسائل النقل الأخرى مثل سكة الحديد اللي انبنت في 1905. قامت يعني سيدي أسف على المقاطعة، ولكن أنا واحدة من الأشخاص اللي لما ننزل مع عيلتي على العقبة بناخذ الطريق الصحراوي، هل أنا ممكن أكون عرضة أنه أكون محل أحد هذه الضحايا؟ صحيح صحيح. أنا هذا السؤال بدي أسأله. صحيح. إحنا عم نحكي عن العديد من الأشخاص اللي بيروحوا تقريبا بشكل شبه يومي إلى العقبة، بتوجهوا عن طريق. نعم. الطريق الصحراوي. نعم. لأنه بيلاقوه أسهل، لأنه بيلاقوه مستوي أكثر، بالإضافة لقصر بالوقت أكثر. بعد أن خلينا ننتقل للسيد عمر. إذا سيد عمر، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ وعندما نتحدث عن الطريق الصحراوي والمآسي التي شهدناها عليه في 9 أشهر من هذا العام. نعم. أولا صباح الخير، وبداية لابد من تقديم تعازينا لكل ذوي الضحايا اللي فقدوا أحباء وأعزاء على هذا الطريق. بالبداية لابد من أنه نشير لحقيقة، لابد أنه نكون دائما منتبهين لها، أنه هذا الطريق كان بحاجة للصيانة ربما منذ 10 سنوات، لكن بسبب الأزمة الاقتصادية والظروف المالية للدولة تأخر العمل في هذا الطريق حتى تم توفير المخصصات اللازمة في منتصف العام 2017، ومن ثم باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بإعداد دراسات ومخططات العطاء اللي كانت بسرعة كبيرة، وتم بالفعل المباشرة في العمل في هذا الطريق في 10/9 من العام 2017، وكانت مدة المشروع 18 شهر. هلا ليش 18 شهر؟ لأنه الطريق طوله 217 كيلو. المشروع إعادة تأهيل وليس صيانة. إعادة تأهيل يعني إحنا قاعدين بننشئ طريق جديد على هذا الخط، ويتم العمل في إنشاء هذا الطريق أثناء فتح الطريق لحركة أمام حافة السير، لأنه ما في طريق بديل لهذا. نعم. لهذا الطريق هو الشريان الأساسي للمملكة اللي بربط ميناء العقبة بالعاصمة عمان وبكل المحافظات فيما بعد. يعني هذه التحديات الموجودة أمام تنفيذ الطريق، تداخل السير بين السيارات الشحن والسيارات الركوب الصغيرة، إنه إحنا مضطرين نعمل على هذا الطريق وهو مفتوح وأمام حركة السير بشكلها الطبيعي، وكان ذلك من خلال اللجوء ل نظام التحويلات المرورية اللي. نعم. الشكاوى أكثر شيء بتيجي عليها، لكنها هي شر لابد منه، يعني ما في بديل آخر، ما في طريق حتى تحول. طيب. السير عليه، وما في بديل إلا أنه تكون هذه التحويلات. سيد عمر، نحن مع التغيير. نعم. خليني أكمل هذه الملاحظة. وتم إعداد هذه التحويلات بناء على دراسات هندسية وهندسي مرور وسلامة عامة، وعرضت على كبريات شركات الاستشارات الهندسية لدراسة هذه التحويلات للتأكد أنها مطابقة للمواصفات وأنها تراعي عناصر السلامة. طيب إذا سيد عمر، نحن مع هذا التحسين والتغيير والتطوير، وبالعكس هذا من مصلحتنا كلياتنا، يعني بصف الطريق كثير أسهل لنا بس يخلص. بس أنت تحدثنا أنه من عام 2017 كان مفروض 18 شهر أنه يخلص، متى بنتوقع أنه يخلص هذا المشروع؟ هلا
الطريق بنتهي بمنتصف العام المقبل بشكل كامل إن شاء الله، بيكون مفتوح بمسربين من جسر المطار إلى رأس النقب وبثلاثة مسالك بالعكس. طبعا نعم. ليش المسرب الثالث؟ لأنه حركة الشحن بتكون أكبر وأكبر بالسير القادم من العقبة إلى عمان. نعم. تنزل العقبة لعمان فارغة لكن تطلع محملة، لذلك كان لابد من مسرب ثالث حتى الشاحنات المحملة ما تعيد حركة السير. بإذن الله في منتصف، احنا اليوم تقريبا انتهينا 60% من الطريق، والعمل يعني ما بتكون 24 ساعة لكن ساعات النهار يعني المقاولين بيحرصوا على استفاد، لأنه ما في إمكانيات للعمل ليلة، لكن بيحرصوا على الاستمرار طالما هناك نقيص من الضوء وفي تشديد من الوزارة بهذا الموضوع، أنه يعني بدنا نحاول نسرعه الجزء. يعني ان شاء الله صراحه نسمعه، ولكن انا اسفه للمقاطعه على ضيق الوقت، سوف اسالك سؤال هيك سريع جدا واتمنى منك اجابه مباشره. من الصور اللي كنا احنا عم نتابعها على التلفزيون ومن برضه خبره، خلينا نحكي على الطريق مع العائله، مثل ما ذكرت دائما احنا حتى يعني لانه انا شفت بعيني ما حدا عم بيحكي لي الاضاءه على الطريق، احنا عم نحكي عن طريق كثير طويل بحاجه لتركيز جدا عالي من السائق، الاضاءه على الطريق ليست كافيه، هل اللافتات الموجوده على الطريق كذلك كافية حتى تدل وين في خلينا نحكي الاختلاف في الطرق والتغيرات التي تحصل على الطرق بشكل سريع جدا بعد إذنك؟ هلا هذا الموضوع هو من العناصر المهمة، لأنه تأثيث الطريق من الأشياء المهمة. هلا وزارة الأشغال أنا بعتقد أنها صرفت ببذخ على تأثيث الشارع وخصوصا على التحويلات، يعني احنا عندنا بالتحويلات داخل التحويلات كل 50 متر هناك لافتة شديد حدث عن السوعة أو تطلب الالتزام باليمين، عدم التجاوز، الانتباه كل 50 متر، وهناك لافتات مضيئة على مداخل ومخارج التحويلات، وهناك لافتات تثبت التحويلة ب 1500 متر ثم في 1500 متر، لذلك بعتقد اللوحات واللافتات موجودة، العاكسات الأرضية، يعني أثاث الطريق من هذه الناحية يمكن يكون حتى بصورة مبالغ فيها، لكن بالنهاية بظل الأمر مرتبط بالسائق على هذا الطريق التزامه بهذه الإشارات. نعم. هذه اللافتات. يعني. السرعة المقررة، عدم التجاوز. يعني طبعا يعني هذه الاساسيات التي دائما نوصف فيها السائقين. سيد عمر المحامي اسفه على المقاطعه ولكن لضيق الوقت سوف اضطر الى انهاء هذه الفقره. سيد عمر محارمه كان معنا عبر الهاتف الناطق باسم وزاره الاشغال العامه والاسكان. بالعوده اليك سريعا مهندس، ما هي التوصيات التي ترى يجب يتم اتباعها خلال الفتره القادمه سريعا جدا بعد ذلك؟ تعقيبا طبعا على اللي حكاه البشمهندس، انه احنا كمان ما نعول كثير على أنه مع انتهاء الأعمال الإنشائية على هذه الطريق سوف يقل عدد الحوادث وعدد الوفيات، لأنه منلاحظ أن إحنا في 2018 انخفض عدد الوفيات نعم. عن 2016 من حوالي 800 إلى 500 عبر إجراءات معينة تتعلق في المركبة مثلا. صحيح. والتدقيق على مواصفة يعني العجلات. يعني بالأخير إحنا دائما نحكي على الطريق الصحراوي، ممكن الناس تفكر أنه الطريق ممكن نسحب فيه نسرع فيه، ولكن بالأخير عادي نسوق على هذا ياخذ معنا الطريق 4 ساعات، حتى لو أخذ 4 ساعات ونص 5 ساعات نزلوا على واحدة من الاستراحات على الطريق، نكون رايقين أكثر على الطريق. سيدي شكرا جزيلا لك المهندس مراد كلادة مستشار التخطيط الحضري، شكرا جزيلا على تواجدك معنا في الاستوديو، ومرة ثانية نذكر ضيفنا الذي انضم إلينا عبر الهاتف.